تقدم الزمالك على الأهلي بهدف في شوط أول انحصر فيه اللعب وسط الملعب وقلت فيه الخطورة على المرميين باستثناء هجمة لكل فريق. حتى الدقيقة 44 اللي تمكن فيها سيف الجزيري من استغلال تمريرة لناصر ماهر واستغلال خطأ متكرر في التنظيم الدفاعي لقلبي الدفاع في النادي الأهلي وأحرز هدف التقدم لنادي الزمالك لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك 1-0. يا كابتن شريف، هو يا كابتن أيمن ده طبيعي للتشكيل اللي أنت ابتديت بيه المباراة، والطبيعي إن في اتنين في نص الملعب عندك مالهمش اي دور فاعليه، خدت بالك؟ هجوميا، بلاش نتكلم دفاعيا، مثلا هنتكلم هجوميا، مالهمش اي امدادات، ما فيش اي راجل فيهم بيستلم الكره يروح مدي الكره لواحد، ما فيش اي فيجن، ما فيش اي رؤيه، ما فيش اي تعامل. انت بتلاعب فرقه مش قادره تجري وكسبانك 1-0، فرقه بتقول لك على طول قلقانين منك، انما انت ما عندكش اللي قاعدين بره. احنا ما رضيناش نقول الكلام ده قبل البتاع، يمكن بلال نوه على الحاجات دي ونوهنا، يعني ايه رضا سليم ده لو موجود في اول هاف تايم ما الماتش خلص خلاص. كهربا لو موجود مكان مودس ده ما الماتش خلص خلاص. ابو وسام لو موجود الماتش خلص. قفشه والراجل عمر كمال دول شايلين الحكايه. عمر كمال مموت نفسه ومفيش افكت في الناحيه الثانيه. ما هو ده اللي احنا قلناه، احنا بنتعب في 10 لعيبه وبنتعب عشان نروح للمنطقه اللي هي نحرز بيها الفوز. ماتش مش النهارده، ده من 4 ماتشات فاتوا. انت مش هجيب لك سيمبا بقى والظروف اللي حصلت في سيمبا وتغييرك ووصولك والكور اللي شوبير شالها وكل ماتش هناك شوبير هو نجم المباراه، شوبير هو نجم المباراه. ما هو انت عشان ما عندكش اي لغه اهداف تقدر تحرز، خدت بالك من الشكل والتشكيل اللي انت بتلعبه ده. وانت هتفضل انت الفرقه اللي فرقه نادي الزمالك بتلعبك قدام بتلعب كره طويله. انت عارف لما خرج زيزو ها؟ نزل الراجل اللي هو مديبة فريق نادي الزمالك بعد ما كانت احنا قلنا كثافه هجوميه هتبقى وسايبه لك نص الملعب وكلام وانت ماسك الكوره وانت راحت كل فريق نادي الزمالك راجع نص الملعب لورا، ابتدوا يمسكوا منك نص الملعب، ابتديت انت مش عارف تعمل حاجه خلاص. ال 10 دقايق اللي انت خدتهم ولا الثلث ساعه الاولانيين خدوا منك ال 10 دقايق الثانيين، خدوا بعض الثقه. كوره ملهاش اي دعوه ضاله ها؟ كوره ضاله بتروح عشان الراجل يعدي منك انت واتنين بس، خطا متكرر ده عيب. عيب يعني، عيب ان ما يكون اتنين زي دول واقفين في الحته زي دي وتروح منهم الكوره بهذا الشكل. فالثقه الزايده دايما ها، وانا كسبان 2-3 ابقى واقف وداري. قلت لك التركيز عنوان المباراه دي. ما كانش الزمالك هيكسب في وانت بالتشكيل ده هيكسب امتى الزمالك؟ انا كان بصراحه يعني ما كانش هيجيب فيك جول دلوقتي وانت بهذا التشكيل ما فيش. ان شاء الله الامور تتعدل. لا احنا مش هتتعدل الا لما تعدل انت ان شاء الله باذن الله. لما انت تعدل الشكل خدت بالك ان شاء الله وتخش الانياب بتاعتك بقى الحقيقيه بإذن ممكن الله. تكسب 1-2-3. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. يعني انا قلت لك يا ايمن الجبهه اليمين بتاعتنا فيها عمر كمال وهاني، قلت لك عمر كمال مجتهد وهتبقى جبهه متماسكه. قلت لك الناحيه الثانيه في مشكله شويه. الحاجة التانية قلت لك الزمالك هيلعب على حاجتين بس، لأنهم معظمهم لعيبة تمرير واستلام، ما عندهمش أجنحة سريعة، والجناح الوحيد السريع طلع في أول 6 دقايق اللي هو زيزو. كل لعبهم تحضير وواحدة طويلة في العمق لسيف الجزيري، وحتى الجون جه كده أكتر من مرة، مرة أوف سايد، مرة يعدي، مرة ما يجيش، لغاية لما جت واحدة. أنت أول 20 دقيقة كان عندك جرأة وحاولت تضغط بالذات من جبهة عمر كمال وهاني، لكن انت قلت لك انا قلت ان انا عليا تحفظات في البداية بتاعت التشكيل في لعيبة كانت ممكن تبقى افضل، لكن ده لا يمنع ان الشوط كان ممكن يخلص 0-0. انا قلت لك عشان كده نحافظ على قد ما نقدر، لان احنا عندنا بدلاء ممكن يغيروا. يعني مفيش حاجه استنى اقول هيعدي وقت، ممكن يعدي وقت وتمشي الامور ماشي، بس انا عندي في حاجات واضحه. الجبهه اللي فيها مثلا طاهر ليه ما يلعبش رضا سليم او احمد عبد القادر؟ مثلا كريم ندفد ليه ما يبقاش يريح مثلا وينزل واحد زي عمرو السولية عنده ثقه على الاقل في بطء شويه او مش جايزه شويه بس على الاقل عنده ثقه انه بيعرف يستلم ويسلم هيلعب لقدام. كهربا مكان مودست او وسام ابو علي، بس كهربا ووسام يبقى موجود، يبقى على الاقل
اعمل تغييره في نص الملعب وتغييرتين برضا سليم وكهربا او احمد عبد القادر وكهربا، ناس عندها سرعات وعندها ثقه ده هتلعب لقدام وعندها ممكن تجيب جول. هو ممكن يعمل مستر كولر ده الشوط الثاني، وخصوصا كمان في نص الملعب بالذات موضوع كريم نيدفيد، لان كريم نيدفيد على المحاك يعني خد كارت اصفر وعمل لعبتين بعديها فيهم خطوره شويه. يا ايمن والجزء الامامي، انت الجزء الامامي عندنا مساحات رهيبه على الاطراف وفي نص الملعب ما بيرجعوش كتير ناصر واحمد حمدي وعبد الله السعيد، هم بس لما بيمسكوا الكوره، انا قلت لك عشان هي دي عندهم الاستلام والتسليم والاستحواذ، فلازم يحصل تغييرات سريعه. لكن انا شايف ان سهل جدا الاهلي يرجع للمباراه، ان شاء الله يرجع ويتعادل ويكسب. كيف يعود الاهلي للمباراه كابتن عادل؟ يغير تماما وبسرعه، وما فيش حته ال 85 دقيقه وال 80 دقيقه اللي بيعملها كولر. ما لا، ده ماتش اهلي وزمالك، عندك الملعب مش منتظم، انت عملت تشكيل غير جيد، لعبت لعيبه كانت بعيده عن اللعبه قوي، مده ما كانش المفروض يبدا، كان وسام ابو علي لازم يبدا او كهربا لازم يبدا، عندك رضا سليم كان لازم يبقى جوه الملعب، عندك السوليه كان لازم يبقى جوه الملعب، عندك كريم نيدفيد اصلا المباراه الاولانيه مع الزمالك ما كانش جيد، المباراه السوبر وانت شفته ان هو ما كانش جيد، لعبته تاني بعد بعد كتير قوي، انت المفروض تحضر لعيبتك عشان تلعب مباريات المحك الكبير اللي هو المباريات دي، لكن انت ما بتعملش كده. وبعدين مصمم على مودتس ليه؟ يعني ما في وسام ابو علي نزل جاب لك هدف وعنده ثقه وعنده وعنده، عندك كهربا متمرس على ماتشات الزمالك ولعب ماتشات الزمالك كتير، لا يعني احنا لنا مش هنستحمل انك انت تيجي في وقت من الاوقات الزمالك ممكن يجيب في الجون واثنين وثلاثه، لانه بالطريقه اللي بالتشكيل اللي هو بيعمله ده يعني، والطريقه دي يا كابتن ايمن فيها عدم اتزان جوه الملعب، يعني انت اديك شايف في عدم اتزان تكتيكي جوه الملعب، يجب انه يغير وفي اول اوقات، ولازم يغير، لازم يبدا بالثلاث تغييرات، كريم نيدفيد يخرج وينزل السولية، رضا سليم ينزل يطلع طاهر محمد طاهر، كهربا ينزل، كهربا ينزل يطلع مودت، ده البداية. لو ما عملتش كده الوقت مش هيسعفك وهتلاقي كور مرتدة كتير. ما زال في شوط تاني يا كابتن بلال، ولكن كابتن عادل وكابتن اسامة قالوا ان التغييرات تبدأ من الشوط التاني. خليني اكلمك على نقطتين، ليه قلت الخطوره على مرمى نادي الزمالك الشوط الاول والشوط الثاني؟ كباتن قالوا لازم التغيير من البدايه، والتغييرات كلها او معظمها هتكون في الخط الامامي. اه حقيقي. شوف يا كابتن، الاهلي ابتدى بدايه جيده. البدايه كان ضغط ضغط لمده ربع ساعه. تمام، عاد ربع ساعه بالظبط الزمالك مش قادر يعدي ال 18، يعني انا لو بلعب لو انا في الملعب هبقى احسن من لعيبه الزمالك كلها النهارده، انا بسني ده كده يعني. مش قادرين يقعدوا نص ملعب، مش قادرين يلعبوا كوره، انت ضاغط عليهم في الخط الامامي زي ما اتكلمنا من اول الماتش وقلت لك افضل وسيله انك تعمل ضغط متقدم. صحيح. لما كنت بتشتغل الضغط المتقدم ما كانوش بيعرفوا يطلعوا يخرجوا الكوره بره نص ملعب، كلها كرات بالونيه، فانت بتاخد الكوره تاني وتبتدي تشتغل. الفكره كلها لما تمتلك الكوره، هي دي مشكلتنا النهارده في الملعب، مش لما بتفقد الكوره. تحركات الخط الامامي. اه طبعا التحركات بتاعتك، انت النهارده انت مفتقد الواحد على واحد. مفتقدها بشكل كبير، مفتقد التحركات الاماميه للاطراف بتاعتك. علي معلول النهارده ولا كروس تقريبا، ولا كروس، محمد هاني تقريبا واحد ماشي اوكي تمام، محمد هاني برضه نفس انت معتمد على طاهر محمد طاهر وعمر كمان، عمر اجاد يعني بيتحرك بشكل منظم داخل الملعب. صحيح. لكن عشان فعلا تقدر تخش الملعب تاني انت محتاج تشتغل انديفيدوال، او محتاج تشتغل واحد ضد واحد، محتاج مهارات فرديه في الملعب اكتر من كده. المهارات الفرديه مع السرعات، يعني النهارده ممكن يحل القصه دي انك تغير رتم الطريقه اللي انا اسف بسرعه، تلعب باثنين راسين حربه، تلعب وسام وتلعب كهربا من تحتيه، وتلعب برضا سليم، وتنزل عمرو السوليه، ممكن يكون مكان قفشه ومكان كريم نيدفيد ومكان مودست ومكان طاهر محمد طاهر، والحاجات دي لازم تكون من البدايه. تمام. ويكون لعبد القادر دور مهم جدا 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 النهارده. عبد القادر من اللعيبه اللي بتعرف تمسك الكوره، عنده سرعه، عنده مهاره، جريء على الجول، هيتعب عمر جابل بشكل رهيب. أيوة. دوم يا جماعه. صحيح. يعني الزمالك انا اسف يعني اللعيبه يعني قلقانين خايفين، انت اديته جول من لا شيء، من لا شيء، هو سجل هدف من هجمه كده عشوائيه يعني.
اعتقد ان رضا سليم هينزل من بدايه الشوط الثاني، ونتمنى تغيير، وعمرو السوليه كمان هينزل الشوط الثاني، نتمنى تغيير الشكل الهجومي بالذات للنادي الاهلي والعوده للمباراه والفوز بيها باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.